بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين واقتفى. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك على الهواء مباشرة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني السائحون @forshabab.tv. سياحتنا اليوم في عالم أشراط الساعة، وسنتحدث بشكل خاص عن فتنة الدجال، فأهلا بكم وحياك الله يا شيخ صالح، مرحبا بك. حياكم الله أبو خلاد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. لا ريب أن فتنة الدجال هي إحدى أشراط الساعة. نريد توطئة وتمهيد يسير قبل الخوض والحديث مباشرة عن هذه الفتنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه، فإن الله جل وعلا قد أخفى وقوع الساعة عن كل أحد، قال ربنا أكاد أخفيها، وقال لا تأتيكم إلا بغتة، لكنه جل وعلا رحمة بخلقه وإذانا بتغير الكون جعل لها علامات وأمارات وأشراطا، وقد نص على ذلك في كتابه العظيم، قال ربنا فقد جاء أشراطها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل أخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن علاماتها، فأخبره صلوات الله وسلامه عليه. والساعة قبل أن تقع يحدث تغيران، تغير في العالم السفلي في الأرض، وتغير في العالم العلوي في السماء، أي في السماء الدنيا المزينة لنا الظاهرة لنا، ويحدث أمور غير مألوفة، والدجال واحد من تلك الأشراط، بل إنه من أعظم أشراط الساعة. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنها أعظم فتنة، حذرها الأنبياء من قبل أممهم، كما ثبت ذلك عن رسولنا في إخباره أنه ما من نبي نوح فمن بعده إلا وحذر أمته فتنة المسيح الدجال، وهذا يدل على أنه فتنة عظيمة جدا، بل هو فتنة وأي فتنة. ولهذا تتابعت وصية أنبياء الله ورسله إلى أممهم بأن يحذروا منه. فإذا تحدثنا عن هذا التغير الذي يقع في العالم العلوي وليقع في العالم السفلي وموقع الدجال من هذا التغير، وجدنا التالي: إذا طلعت الشمس من مغربها كان هذا إذانا بتغير العالم العلوي، وأن اضطرابا ما سيقع في أمر السماء، فلا الشمس تبقى على حالها ولا القمر ولا النجوم، فيتتابع بعد ذلك وقوع ما أخبر الله جل وعلا به: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت، وقول الله جل وعلا: كلا فإذا برق البصر وخسف القمر. فهذا إذان باضطراب العالم العلوي، قبله يحدث اضطراب في العالم السفلي، والاضطراب في العالم السفلي يقع على حالين: يقع على حال غير مألوفة من باب الأحداث، وهذا يبدأ بحادثة الدجال، لأن الدجال كما سيأتي معه من الخوارق ما لا يمكن أن يصدق لولا أن الله جل وعلا أذن بهذا. فالدجال نعم من البشر وهذا أمر مألوف، لكن الخوارق التي معه لا يعطاها البشر عادة، وهذا أمر غير مألوف. أما الأمر غير المألوف الآخر فهو خروج الدابة، فإن الدابة من وجه آخر ليست من جنس البشر، فكونها تخرج وتكلم الناس هذا أمر غير مألوف. قال أصدق القائلين: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقد رجح جمع من العلماء على أن طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من موقعها إنما يقعان في يوم واحد، إذ بعدها كما قال الله جل وعلا: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا كله ما يمكن أن يقال عن خروج الدجال، وهو يعقب خروج المهدي وقبل نزول عيسى، وكل من المهدي وعيسى بن مريم علامتان عظيمتان من علامات
من علامات الساعة. هذه توطئة عن فتنة الدجال. من جملة الروايات، ما هي صفة الدجال خلقا وخلقا؟ أما صفته الخلقية يعني هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها، فقد دلت عليها أحاديث. أشهرها حديث فاطمة بنت قيس رضي الله، حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في صحيح مسلم، وأحاديث أخرى جاءت بالنص عن الإخبار بوصفه. من جملة تلكم الأحاديث فإن الدجال أعظم إنسان أن ترائيه، كما دل عليه حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه التي روته فاطمة بنت قيس ورواها مسلم الصحيح. وهذا الشاب الدجال شاب جعد الشعر أجل الجبهة، عينه اليمنى لا جحراء ولا ناتية، أي ليست ظاهرة خارج عن المألوف وليست غائرة، هذا معنى جحراء، ولكنها ممسوحة كأنها عنبة طافئة لكنها ممسوحة. وقيل إن هذا أحد أسباب تسميته بالمسيح، وقيل إن من أحد أسباب تسميته بالمسيح أنه يمسح الأرض في 40 يوما، والأول أرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ممسوح العين، ممسوح العين. وسمي دجالا لأنه يخلط الحق بالباطل ويلبس على الناس دينهم ويأتي بالكذب الصراح فيزينه للناس، هذا بعض أوصافه الخلقية. وأوصافه الخلقية فهو من اسمه كذاب دجال، وليس كذبه مقتصر على أنه يدعي النبوة، فإن كثيرا من الناس قبله ادعوا النبوة لكن الدجال يدعي الألوهية. فإن قال قائل إن هذه الدعوة قد قال بها من قبل، فقد قال الله جل وعلا عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وأخبر الله جل وعلا عن صاحب إبراهيم وهو النمرود أنه قال أنا أحيي وأميت. لكن الإشكال هنا والفارق الأعظم الذي جعل الدجال أعظم فتنة أن كل من فرعون والنمرود وغيرهما ممن ادعى الألوهية، ممن علمنا وممن لم نعلم، لم يأتي بشيء يدل على ألوهية، يدل على تدجيله للناس، يدل على باطله، فكل ما كان بيدهم البطش والسيف، أنا ربكم الأعلى، من قبل ومن لم يقبل قتلته. أما الدجال فإنه يأتي بخوارق لم يألفها البشر، فإنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأتي للقرية الخريبة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. هذا كله لا شك فتنة عظيمة جليلة. فلما يدعي مع هذه الخوارق التي أوتيها أنه إله، يوجد من يصدقه ممن ضعف الإيمان في قلبه ومن أراد الله فتنته. لهذا قال صلى الله عليه وسلم أنه ما من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من الدجال، لأن الذين زعموا الربوبية أو الألوهية أو النبوة من قبل لم يأتوا بشيء، لم يأتوا بخوارق تعضدهم، لكن هذا الدجال أتى بتلكم الخوارق التي يذهل لها الناس، ولهذا يتبعه. وأكثر من يتبعه اليهود، وكثير من العجم، وكثير من العرب، ويسلط على المدائن، فما يبقى منهل إلا يدخله إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة عليهم السلام تمنعه من دخول مكة والمدينة. وينبغي أن نفرق ما بين دخول المدن ودخول المساجد، فأما الأماكن والمواطن والمدن والقرى فإنه يدخلها كلها باستثناء مكة والمدينة، كما دل عليه الخبر الصحيح تمنعه الملائكة أن يدخلها. لكن المساجد يمنع من دخول 4 مساجد، المسجد الحرام وهذا تبع لمنعه دخول مكة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تبع لمنع دخوله المدينة، ومسجدان آخران دل عليهما خبر صحيح في مسند أحمد، وهما المسجد الأقصى ومسجد الطور، المسجد الأقصى ومسجد الطور. فهذان المسجدان يمنع الدجال من دخولهما، مع أنه يدخل القدس ويدخل أرض سيناء، لكنه لا يمكن من دخول مسجد الطور ولا يمكن من دخول المسجد الأقصى. أما المدينة ومكة فيمنع من دخول مكة أصلا ومن دخول المدينة أصلا، من باب أولى أنه يمنع من دخول المسجدين. أين هو مسجد الطور؟ مسجد الطور في أرض سيناء على مقربة من الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده كليمه وصفيه موسى بن عمران. قلنا هذا بعض ما أوتي هذا الرجل من الخوارق. بالنسبة للمدينة فإنه ينيخ
جيشه وعسكره إلى الشمال الغربي منها إلى ما يعرف الآن تقريبا بالجرف. وهناك عندما ينيخ يخرج ترجف المدينة 3 رجفات معه جيش فيخرج له كل كافر ومنافق. وهذه الرجفة إذان بأن المدينة تنفي خبثها. وهذا النفي ورد عند العلماء على حالين: حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم قال أقني، فلم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحمى في المدينة، أقني أقني 3 مرات ولم يقله فتركها أي المدينة، وأبى أن يبقي على هجرته والبيعة والسكنة في المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام وأخبر أن المدينة تنفي خبثها. وقد قال العلماء رحمهم الله إن هذا واقع على ضربين من الزمان، في حال وجوده صلى الله عليه وسلم حياته حال سكناه المدينة، والحالة الأخرى حال خروج الدجال. قالوا أما ما بينهما فالغالب أن الحديث لا ينطبق عليها، بدليل قالوا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خرجوا عن المدينة للجهاد والدعوة كما دل عليه الأخبار الصحيحة الصريحة في حياتهم رضوان الله تعالى عليهم، في سيرتهم، في ذكر أيامهم، في ذكر أحوالهم. المقصود من هذا أن المدينة ترجف 3 رجفات فيخرج منها كل كافر ومنافق، ثم بعد ذلك يخرج إليه شاب من علماء المدينة، فجمع قوة الشباب والعلم الشرعي فيخرج إلى الدجال. فكأن من قبل الدجال من حاشيته وخادمه وحجابه يريدون أن يقتلوه، لكن الله لا يمكنه ويصر على أن يلقى الدجال، فيلقى الدجال، فالدجال يعني يقطعه قطعتين ويمضي بينهما حتى يرى الناس هذا، ثم ينشره يعني يقيمه، فيقول الرجل ما ازددت بك إلا يقينا، يعني يقينا أنك كافر وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. فيريد الدجال بعد ذلك أن يقتله قتلة لكنه لا يمكن منه، فإذا قتل بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام ذلكم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وهذا يدل على أن العلم باق في المدينة وعلى فضل علمائها، وعلى أن من أوتي العلم ليس كغيره، لأن الأصل أن لا يخرج الإنسان إلى الدجال ليلقيه، مكتوب بين عينيه كافارا، وهذا من وصف الخلق، ويعني يغيب عن قراءتها كل كافر ويوفق الله جل وعلا لقراءتها كل مؤمن. نعم. إذن اللي بيأخذ اتصال أول أخونا عبد العزيز من الرياض، حياك الله عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ساك الله بخير يا شيخ صالح. ساك الله بالنور أخ عبد العزيز، حياك الله. في الله يسلم، في سورة الفجر وجيء يومئذ بجهنم، بينما في سورة الزمر على ما أظن سورة الزمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. نعم. في الآية الأولى يجاء بجهنم، في الآية الثانية جهنم هي التي يجاء إليها. نعم. الجمع بين الآيتين وسلمك. السؤال الثاني، بعض الناس يقول لحم الخنزير هو المحرم فقط بنص القرآن، بقية مشتقات الخنزير يجوز الاستفادة منها، لم ترد نصا، لم يرد تحريمها نص في القرآن. نعم. شكرا جزاكم الله خير. حياك الله عبد العزيز. سؤاله الأول وجيء يومئذ بجهنم، وفي الآية الأخرى حتى إذا جاءوها. نعم، لا تعارض بين الآيتين، فإن جهنم عياذا بالله تدنى من أهلها، وهذا من غاية النكال بهم. قال الله جل وعلا وجيء يومئذ بجهنم، وقد جاء في الخبر ما يدل على أنها تساق بالملائكة. والأمر الثاني، إذا جاء بها ودنت منهم طلب منهم أن يدخلوها، فإذا قدموا ليدخلوها وجدوا أبوابها مفتوحة، وهذا معنى قول الله جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها. ولا شك أن جهنم منذ أن يدنوا منها أهلها يرون الوبال والثبور، لأن هي تناديهم. قال الله جل وعلا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. نعم. السؤال الثاني، هناك من يقول أن لحم الخنزير هو فقط حرام بينما مشتقات الجسد الأخرى لا. جمهور العلماء من السلف والخلف على أن المراد بالآية الخنزير كله، شحما وعظما ولحما، وقالوا إن هذه الآية لها تخريج كثير، منها أنه إرادة إطلاق الجزء وإرادة الكل،
ومنها قولهم أنه إذا قيل اللحم يدخل فيه الكل، خلاف ما لو قيل الشحم أو قيل العظم فلا يدخل فيه، لا يدخل فيه اللحم. ولما ومن الأجيبة كذلك أن الله جل وعلا لما ذكر قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإنه لما ذكر الميتة أراد أن يبين أن الميتة لا تحل، ذكيت أو لم تذكى. الميتة ما مات حتف أنفه هذا محرم كله، فلما علم أن بهيمة الأنعام أحلت بالتذكية بين هنا أن الخنزير الإنسان لماذا يذكي؟ يريد اللحم. فالمقصود من الآية يصبح أن الخنزير حتى لو ذكيته هو حرام، حتى لو ذكيته هو حرام. يعني مثلا حتى تضح الصورة، عندما نأتي للضأن، فالضأن إذا ذكيناه ذكاة شرعية جاز لنا أكل لحمه، فإن وجدناه ميتا لم يجز لنا أكل لحمه. فالله لما قال لحم الخنزير أن الإنسان ما يذبح أصلا إلا من أجل اللحم، فالله جل وعلا يريد أن يقول أن لحم الخنزير حتى لو ذكيته يبقى حرام، يبقى حراما. هذا الجواب والعلم عند الله. نعم. أخونا حامد من الباحة، حياك الله يا حامد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ حياك الله أخ حامد. أستاذي أكلم الشيخ صالح. معك الشيخ صالح، حياك. كيفك يا شيخ صالح؟ حياك الله أخ حامد، الله يحييك. أحبك في الله يا شيخ. أحبكم الله وأجلكم. الله يبارك فيك. سؤالي الأول يا شيخ صالح، في القرآن دائما يرد مع السيئة التكفير، ويرد مع الذنب الغفران، فهل فرق بين السيئة والذنب؟ نعم. ما ورد يكفر ذنوبهم أو يغفر سيئاتهم؟ نعم. هذا سؤالي الأول. الثاني يا شيخ، يعني أحد الفضلاء يعني سألكم عن عن النقاط، وأنا حدث لي هذا، يعني أخذت عمرة بأهلي وكانوا يعني يلبسون النقاب لكن فوق طبقة، يعني هل لا ينتفي النقاب عندئذ؟ يعني ما فهمت هذه يا حامد. يا شيخ الغطوة، هذه الغطاء في النقاب هذا عليه طبقة يعني تغطي النقاب، لا يعني لا من يرى من يرى النقاب. نعم. وكونه لا يرى النقاب ليس بعذر، ليس القضية قضية أن النقاب يرى أو لا يرى، القضية لا تلبس نقابا أصلا، فلو حتى غطته بمنديل أو غطته بخمار فهي في الأصل لابسة للنقاب، هذا لا يغير من الموضوع شيئا، هي أصلا ممنوعة شرعا في إحرامها أن تلبس النقاب، فلا تلبس النقاب. كيف تستر وجهها هذا مسألة أخرى، تغطي بغطوة يغلب على الظن أنها ترى بها حتى لا تصطدم بأحد، وفي نفس الوقت تستر وجهها على قول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم لا يرى تغطية الوجه أصلا في قضية العمرة. من لبست النقاب وهي محرمة، النقاب لا، هل عليها شيء؟ نعم عليها شيء، لأنها فعلت محظورا. نعم. من لبست النقاب عمدا فقد فعلت محظورا من محظورات الإحرام. نعم. فيلزمه أحد ثلاث، إما ذبح شاه، وإما إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام. نعم. على الترتيب شيخ؟ لا ليس على الترتيب، على الخيار. الله. نعم. قال فدية من طعام، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. السؤال الثاني، الفرق بين السيئة والذنب. السيئة والذنب بمعنى واحد في الغالب، لكن القرآن له أسلوبه، له طريقته في علو كعبه في البلاغة. فالتكفير المراد به إزالة السيئة بنوع من ما يبتلى به العبد، والغفران غالبا لا يكون بسبب يعني ينال الإنسان. على هذا ذكر الله جل وعلا السيئات مقابل التكفير، وذكر الله جل وعلا الذنوب مقابل الغفران. نعم. ذكرتم أنه مكتوب بين عينيه كافة، بين عينيه كافة. نعم. يوفق من قراءته، وهذا من دلالة على أن الإيمان أعظم نصير، وبالجملة فهو من أعظم أشراط الساعة قدرا، أسأل الله العافية. نعم. إذا اللي بيأخذ اتصال من أحد إخواننا من الإمارات، حياك الله أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أبو عبد الله. كيف حالكم طيبين؟ الله يبقيكم. حياكم، ادعوا لنا الشيخ في هذه الأيام الفضيلة. وأنتم كذلك، كلنا في حاجة للدعاء. حياكم الله، إن شاء الله أبشر الشيخ. عندي الشيخ سؤال واقتراح. نعم. السؤال الأول الشيخ، في آية سورة آل عمران قول الله سبحانه وتعالى: وليبتلي ما في قلوبكم وليمحص ما في قلوبكم وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. نعم. أبل علاقة الشيخ بين الابتلاء والتمحيص،
والصدر والقلب. يعني نعم. لماذا الله سبحانه قال يبتلي الصدر ويمحص القلب ولهم نعم. بمعنى واحد. نعم. هذا بالنسبة للسؤال. الاقتراح يا بالنسبة نعم. للاقتراح الشيخ، أنا اقتراحي للحلقات هذه لو تسجل في أشرطة أو في أقراص جيد. نعم. يعني خصوصا اللي كانت الحلقات كانت بمعنى أو كانت بعنوان معين. نعم. أنا معلومات حقيقة سخية وإحنا ما استطعنا نسجل لنا شيء. نعم. لكن نحضر ونقيد بعض الأمور. نعم. لكن لو يكون فيه إصدار ويصدر طيب يعني من القناة. نعم. وجزاكم الله. حياك الله يا أبو عبد الله. سؤاله الأول. الفرق بين الابتلاء والتمحيص والصدر والقلب. نعم. أبا عبد الله والكلام للجميع. الصدر وعاء للقلب، والذي يظهر لي أن الفؤاد لب القلب، الصدر وعاء للقلب وهذا لا خلاف عليه، والفؤاد لب القلب. الله جل وعلا ذكر الابتلاء وذكر التمحيص، فالأمر يعني معنوياته إذا شاع كأنه شاع في الصدر كله، فتكون في الصدر أمور عديدة ما بين الإقدام والإحجام، ما بين التصديق والتكذيب، ما بين الآخرة والدنيا، أمور عديدة في صدر المؤمن تحتاج إلى إجابات. فيأتي الابتلاء من الله جل وعلا بالجهاد مثلا، أو بطلب الإنفاق مثلا، أو بالمرابطة في سبيل الله مثلا، أو بغير ذلك من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي يبلغها الناس عن ربه جل وعلا، فيكون في هذا ابتلاء. لماذا؟ ابتلاء لما في الصدر. أما التمحيص فالتمحيص نوع من التدقيق أخص من الابتلاء، يعني كأنك يوكل إليك تنظيف وعاء، فقيامك بالنظافة في عمومه هذا يقابل الابتلاء بالصدر. فإذا دققت في الأمر ومحصته لم تبقي شيئا، فكأنك وصلت إلى لبه إلى زبدته وزدت في الأمر، فيصبح قول الله جل وعلا وليمحص في قلوبكم، أي أن هذا الذي ترونه من أن أول الأمر كانت المطالبة فقط بأن تجاهدوا، بأن تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، لما رجع وقال له جبريل لا ينبغي لك أن تنزع لامتك وقد لبستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن راغبا في أن يخرج من المدينة، لكن من فاته القتال في أحد في بدر كان متحمسا للخروج إلى أحد حتى يعوض ما فاته يوم بدر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رغبة الناس أخذ يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال فخرج. فهذا الأمر بالجهاد هنا ابتلاء. فهم ماذا حصل في أحد؟ حصل أن أول الأمر كانت الغلبة لهم، ثم ما لبث أن الرماة نزل بعضهم من الجبل، فلما نزل بعضهم من الجبل جعل خالد بن الوليد قبل إسلامه ذلك فرصة له وفق نظام الحروب وخططها أن يأتي الناس من وراء الجبل، فأتى الناس من وراء الجبل وأثخنوا في المؤمنين القتل حتى قتل منهم 70، ولا ريب أن المؤمنين ومعهم نبيهم عندما يرون أن النبي يشج رأسه وتكسر رباعيته ويدخل المغفر في وجنتيه، والمغفر الخوذة أشباب الخوذة التي يتقى بها ضربات الرأس، ويقتل كثير منهم عيانا، لا شك أن هذا الأمر محزن، لكنه فيه تمحيص للقلوب، من يثبت من لا يثبت، من يرضى من لا يرضى، من يقبل من يبقى على دينه من لا يقبل، فيه تمحيص أشد من الابتلاء العام الأول وهو الخروج إلى موقعتي وهو الخروج إلى الجهاد في موقعة أحد. فالقلب داخل الصدر، فكأن المسألة تجاوزت الأمور الظاهرة إلى غاية الأمر الباطن. فإذا أراد القرآن أن يعبر عن عقل الإنسان وإدراكه في الغالب يعبر عنه بالفؤاد وأحيانا بالقلب، قال الله جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي لم يعد في ذهنها شيء إلا الحديث عن موسى، والعلم عند الله. نقول أخونا أبو عبد الله الحلقات جميعها موجودة في موقع الشيخ الراسخون، إذا عملت بحث في جوجل الراسخون سيظهر لك أول خيار موقع الشيخ صالح، وسنوصل هذا الاقتراح لإدارة القناة إن شاء الله. معنا أخونا أبو سلمان من الجوف، حياك الله أبو سلمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أبو سليمان جزاك الله خير. أبو سليمان حياك الله أبو سليمان. بداية أنا نغبطك في المقدمة على مجالس الشيخ. الله يحفظك. الله يبارك فيك ويجزاك خير. ممكن أكلم الشيخ؟ معك أبو سلمان. أبو سليمان حياك. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله يا أبو سليمان. الله يبارك فيك.
ممكن أخرج عن موضوع الحلقة قليلا لكن ودي أستفسر عن بعض الآيات. قبل فترة قرأ في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وبعدها الآية: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ذكر المغفرة هنا يا شيخ بعد التوبة، ألا نستشف منه أن الخذلان ليس بإتيان الذنوب وإنما بحبان التوبة؟ نعم استنباط جيد يا يعني سليمان، ويدل على أنك يعني أوتيت فقها في القرآن، وحسن منك أن تعنى بنفسك وأن تقرأ كثيرا في التفسير، فإن كل صنعة أيا كانت تحتاج إلى دربة، وإعمال العقل والنقل وإعمال العقل في صحيح النقل، إعمال العقل في صحيح النقل، فلا ريب أن الأمر كما قلت، فإن الذنب أحيانا لا يكون خذلان، لكن الخذلان حق هو الحرمان من التوبة، لأن هذا معنى كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فلم يبرئ ساحتهم من الذنوب، لكنه دل على أنهم يتوبون ويستغفرون إلى علام الغيوب. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آمين. ذكرتم في معرض حديثكم أن الدجال هو أعظم فتنة، هل كان أعظم فتنة بسبب الخوارق فقط التي كان أعظم فتنة بسبب أمرين: أنه ادعى الربوبية ثم أتى بخوارق تشكك الناس في أمر الذي دعا إليه، معه جنة ومعه نار، والنبي صلى الله عليه وسلم شفيق رفيق بالأمة، فقال: إن الذي ترونه جنة هو نار، والذي ترونه نار هو جنة. وأنا سأضرب مثل بسيط، يعني أنت عندما تأتي لابنك الصغير وتريد أن تسقيه الدواء، فالابن ما دام ينظر إلى الدواء، ما دام ينظر إلى الحقنة لن يقبلها، لن يقبل الحقنة ولن يقبل الدواء، فأنت حتى تعينه على أن يشرب الدواء ماذا يقول الوالد والوالدة لابنهما؟ غمض عينيك، لأنه إذا بدأ ينظر في هيئة الدواء سيعافه ولن يشربه، فقال له يقول له غمض عينيك حتى تعان على شربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ألقيتم فيه أي النار فغمض عينيك، هكذا نص، قال غمض عينيك. لما؟ لأنك أنت تعلم أن هذه جنة، وإن كان ظاهرها الخوارق التي أوتيها أنها نار، لكنك عندما تراها بعينيك أنها نار لا شك أن لهذا أثر في نفسك، فما العمل؟ غمض عينيك حتى لا تراها أنها نار، فلما لا تراها تعان على أن ترمي وتلقي نفسك فيها التي هي جنة في باطنها، بها جنة في باطنها. كيف نجيب بعض من أنكر خروج الدجال خاصة من علماء العصور المتأخرة؟ طبعا هو لابد أن ننظر لماذا أنكروه، يعني هذا مهم جدا، لأن إذا عرفنا ما استندوا عليه سهل علينا بعد ذلك أن نرد عليهم. اعتمدوا مثلا على أن الدجال لم يذكر في القرآن، وهذا حق، الدجال من حيث النص الصريح لم يذكر في القرآن، والعلماء أجابوا عن عدم ذكر القرآن، ذكر الدجال في القرآن، بأجوبة منها أنه ذكر مسيح الهدى عيسى عليه السلام فاستغني به عن ذكر مسيح الضلالة، الله قال عن عيسى: وإنه لعلم للساعة، في قراءة: وإنه لعلم للساعة، هذا واحد. وقالوا إنه مذكور ضمن في الآيات التي أخبر الله جل وعلا أنها ستظهر يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، فقالوا إن من بعض هذه الآيات طلوع الشمس من مغربها والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، هذا من الظن. قالوا كذلك إن الله جل وعلا قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فقرئ يعني أو قيل في بعض أهل عند بعض أهل التفسير إن قول الله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أن لفظ الناس هنا عام أريد به الخاص، أي أكبر من خلق الدجال، لأن الدجال يفتن الناس به، وإن كان هذا يعني فيه شيء من التكلف بلا شك. رابع الأجوبة وهو أصحها وأظهرها وأولاها بالقبول، وهو أن يقال إن الله جل وعلا لم يذكر الدجال في القرآن احتقارا له، لأنه زعم أنه رب،
فإن قيل إن الله جل وعلا ذكر من زعم أنه رب مثل فرعون والنمرود يجاب أن هؤلاء قد مضوا وظهر أمرهم للناس، فذكرهم في القرآن إنما هو باب العظة والاعتبار لشيء قد مضى. أما الدجال فإنه يزعم أنه إله، يزعم أنه رب، فلهذا احتقره القرآن ولم يذكره ولم يعبأ به ولم يرد عليه احتقارا لشأنه، واكتفى بما جاء في الأحاديث. هذه واحدة من الطرائف من الشبه التي ذكرت. قالوا إن الحديث الجساسة، حديث تيم أوس الداري في قضية أنهم ألقاهم البحر إلى جزيرة فوجدوا امرأة شعرها كذا وكذا المعروفة بالجساسة، ثم دخلوا إلى الدير فوجدوا رجلا أشد وثاقا هو الدجال ممتلئ خلقا، وهو الذي أخبرهم أنه الدجال. سألهم عن نخل بيسان وقال لهم يوشك أن لا يثمر، وسألهم عن بحيرة بطرية وأخبرهم أنه يوشك أن تجف، وأخبرهم عن نبي العرب هل خرج وهل قاتلوه، وأخذ يسألهم أسئلة حتى أخبرهم بأنه ينتظر الإذن بالخروج وأنه سيمكث في الأرض 40 صباحا، وقد جاء هذا في حديث آخر. فقالوا إن هذا الحديث الذي ذكره تيمن أوس الداري رضي الله تعالى عنه ورواه مسلم في الصحيح عن طريق فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالوا إنه يبعد أن يكون هذا الحديث العظيم بهذا الشأن ولا ترويه إلا امرأة، لكن هذا القول منهم ردوا الحافظ ابن حجر وغيره، إذ أن هذا الحديث نقل عن أبي هريرة ونقل عن جابر ونقل عن عائشة من المؤمنين رضي الله تعالى عليهم أجمعين. فيثبت أنه قد نقل عن أبي هريرة وعائشة وجابر رضوان الله عليهم، فهذا رد على من قال إن فاطمة وحدها رضي الله عنها هي التي نقلت وروت هذا الحديث. ثبت في أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي المسند وفي غيرهما عند أصحاب السنن بأحاديث متفرقة عن كثير من الصحابة عن خبر الدجال، فلا يمكن بعد ذلك أن يأتي أحد ويرد هذه الحديث، ليست حديثا واحدا أو اثنين أو ثلاثة بل كثر متضافرة في أمره. صعب جدا أن يأتي الإنسان بعقله فقط ويقول إن هذه خوارق، طبيعة خوارق لأن الأمر قيام الساعة واضطراب الكون، وقلنا في أول التمهيد والتوطيع أنه ستحدث أمور غير مألوفة. إذن ماذا سيقول هؤلاء في الدابة؟ فإن صدقوا القرآن بخروج الدابة لازمهم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال. فالعالم إلى اضطراب، إلى زوال، إلى أفول، فيضطرب كل شيء فيه في عالمه الأرضي وفي عالمه العلوي، وما الدجال إلا واحد من ذلك الاضطراب. إذا اللي بأخذ اتصال أخونا أبو أنس من الرياض، حياك الله أبو أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير الشيخ صالح. مساك الله بالخير أبو أنس. شيخ، ثلاثة أسئلة بسيطة يا شيخ. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، قال تعالى في سورة هود لنوح عليه السلام: واصنع الفلك بأمرنا ووحينا ولا تخاطبني. أبو أنس حبيبي ارفع صوتك الله يحفظك. الله تعالى شيخ في سورة هود عن نوح عليه السلام: واصنع الفلك بأمرنا ووحينا ولا تخاطبني. أمرنا ووحينا شيخ بصيغة الجمع، ولا تخاطبني بصيغة الإفراد شيخ. نعم. السؤال الثاني شيخ، قالت على أحوال يوم القيامة: إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، الجبال سيرت، الجبال نسبت، هل لها ترتيب معين شيخ صالح؟ نعم. السؤال الثالث والأخير شيخ بموضوع الحلقة: ابن صائد يا شيخ أو ابن صياد كما قيل، هل لك شيخ أن تعرج على الأقوال فيها والمسألة كاملة؟ نعم. هذا السؤال شيخ وأشكر لك. حياك الله أبو أنس. واصنع الفلك بأمرنا ووحينا ولا تخاطبني. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. شوف يا ما اسمه؟ اسمه أبو أنس. يا أبو أنس أيها الحبيب، القرآن نزل بأسلوب العرب، ومن أسلوب العرب التنوع في الخطاب، التنوع في الخطاب. ففي قوله جل وعلا: بأمرنا وحينا بأعيننا، إشعار بالعظمة، لأن الكلام هنا عن كلام إنفاذ أمر، فجاء بناء الدالة على الفاعلين للتعظيم، ظاهر هذا. لما أراد أن يعني قد علم الله أجلا أن نوحا سيخاطب ربه، فلما بدأ بلام النهي قال: ولا تخاطبني، نهاه. لما أراد أن ينهاه عن شيء قربه فقال: ولا تخاطبني، فأتى بياء المتكلم مقرونة، طبعا النون هنا الوقاية، من غير تعظيم، كأنه يبين قرب نوح من ربه، يعطيه شيء من الخصيصة. هذا النوع من القرب
والخصيصة يعوض النهي، لأنه جاء بالخطاب بالنهي، والنهي مهما كان نوع من الزجر. فلما قال له ولا تخاطبني أراد أن يعني ينفذ أمره جل وعلا وينهى عبده، وفي نفس الوقت يتلطف مع عبده منة وكرما منه على هذا العبد نوح، فيقربه منه ويقول ولا تخاطبني. فهذا يشعر بنوع من الخصوصية لنوح وبنوع من القرب الذي يدل عليه المعنى عموما. أما في الأول فإنها أوامر ربانية ليس فيها نهي ولا زجر، فقال واصنع الفلك، وأظن هذا واضح. قبل أن نأخذ سؤاله الثاني، لدينا اتصال من الكويت، أختنا جميلة، حياك الله جميلة. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي. السلام عليكم الشيخ. السلام، حياك الله أختي. لو سمحت، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، ما معنى الحديث يعني؟ والسؤال الثاني، كيف أنا مستحي من الله عز وجل حق الحياة؟ نعم، حياك الله. يا أهلا أختي. نعم. سؤال أبي أنس الثاني، أحداث أهوال يوم القيامة هل لها ترتيب معين إذا السماء انشقت؟ يعني لا يوجد عند العلماء في الغالب استطاعة ضبط لتغير تلك الأحوال، لكن السماء تمر بمراحل الانشقاق ثم الانفطار، كما أن الجبال تمر بمراحل، فإنها يعني تصبح كالهباء تتحرك، أولا تسير للجبال وسيرت، ثم تصبح كالعهن المنفوش، ثم تصبح بخارا، ثم تنسف. وهذه مراحل تكلم عنها شيخنا الشيخ عطية رحمه الله في كتابه القيم آيات السؤال والجواب من آيات الكتاب، مراحل مسائل الجبال كنموذج. وكذلك ما يقال عن الجبال يقال عن الشمس وأن يقال عن القمر. لكن لنعلم أننا لو فقهنا هذا وأخبرنا الله به إخبارا حرفيا لذهبت هيبته ولذة الإيمان بالغيب فيه، لكنه جيء به إلينا، والله قادر على أن يجيء لنا بأي صورة كانت بمثل هذا الأمور حتى تذهل عقولنا وتخشع أفئدتنا ونعلم أي أهوال نحن مقبلون عليها أو الكون سيقبل عليها. سؤال أبي أنس الأخير، خبر ابن الصعيد. طبعا خبر ابن الصعيد أنا تعمدت عدم ذكره عمدا لأنه فيه نوع كبير من الإشكال، وكلام العلماء فيه مضطرب، والأمر فيه يطول، ولا ما أحببت أن ألبس على الناس أمرهم، خاصة أن وقت البرنامج لا يسمح للتفصيل فيه. لكن غاية الأمر، هو رجل كان يسكن المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن في الأمر في أول الأمر أنه هو الدجال، ثم لعله تبين صلى الله عليه وسلم أنه ليس بذاك، مع بقاء بعض الصحابة من كان يجزم أنه ابن صاعد، والعلم عند الله. مع الاتصال الأخير، أختنا أم فيصل من الخارج، حياك الله أم فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ ثلاث أسئلة إذا ممكن. تفضلي أختي. السؤال الأول، في قوله تعالى في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل، هل ما المقصود بالنزع؟ نعم. وبعدين هل معنى الكلام هذا أن هذه الصفة، صفة الغل، أنها متأصلة في النفس، يعني حتى أنها تلازمهم في الجنة فتنزع هناك في الجنة حتى لو كانت هذه النفس مؤمنة؟ نعم. السؤال الثاني مفصل. السؤال الثاني، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، نعم، متى نصل لهذه المرحلة فلا نلام بعدها على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ نعم. السؤال الثالث، أدري رأي الشيخ صالح في الدورات التقام وتقسيمهم في هذه الدورات الإنسان إلى إنسان حسي وبصري وسمعي، هل هذا له يعني تأصيل شرعي؟ نعم. يعني ما رأي الشيخ في هذه الدورات مع أنهم يعني يرجعون المتلقي إلى يعني كتب ليست يعني بالكتاب والسنة، لا، إلى كتب من تأليف البشر؟ نعم، واضح السؤال يا أم فيصل. شكرا، حياك الله. قبل الخوض في أسئلة المتصلين، ما الأسباب المعينة على تجنب فتنة الدجال؟ نعم، هذا هو الغاية من اللقاء، أعظمها الإيمان بالله، لأن ما دام الله جل وعلا قد تكفل لأهل الإيمان بأن يقرأوا ما كان مكتوبا بين ما سيكون مكتوبا بين عينيه، فالإيمان بالله أعظم ناصر لفتنة الدجال ولغيرها من الفتن. كلما ازداد يقين المرء بربه وإيمانه بخالقه عظم ثباته على الدين وقل تأثير الفتن فيه. هذا واحد، هذا جواب عام.
جواب خاص التمسك بالهدي النبوي في مثل هذه المحافل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من أربع قبل فراغ من صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حتى ورد عن طاووس بن كيسان أحد السلف أنه كان يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذ لم يتعوذ بالله من هذه الأربع. وهذا يبين حرص السلف على تعليم أبنائهم النجاة من الفتن. فهذا الدعاء عظيم جدا، ينبغي للمؤمن أن يتوخاه، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعه. فلا ريب أن المؤمن إذا حافظ على الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وفي كل صلاة كان يتعوذ بالله من المسيح الدجال ومن ثلاث الباقيات، فلا ريب أن الله أعظم حافظ بعد هذا اللجوء إلى الله سيحفظه الله. هل له موضع معين في الصلاة؟ قبل السلام، نعم، وبعد التشهد الأخير. كذلك مما يقم فتنة الدجال قراءة فواتح سورة الكهف. وسورة الكهف مليئة بالأخبار العجيبة، كخبر أهل الكهف وخبر الخضر وخبر يأجوج وماجوج وخبر ذي القرنين، فهو مناسب الحديث مناسب قراءتها وحفظها في أنها تنفع من الدجال لاستواء الأمرين. فما الدجال إلا فتنة وخوارق يأذن الله جل وعلا بأن تكون، وقد أذن الله بتلك الخوارق أن تقع للفتية. فقراءتها وحفظها، حفظ العشر الأوائل سور الآيات الأولى منها، وجاء في حديث آخر حفظ العشر الأخرى أخريات سورة الكهف، لكن هذا شك من الرواة، من همام ومن شعبة، أحدهما حدث بالأول والثاني حدث بالأخير كما بينه مسلم رحمه الله في الصحيح. المقصود قراءة سورة الكهف كذلك مما يقين الفرار منه وعدم محاولة تلقيه ومقابلته، وهذا دأب المؤمن مع الفتن كلها. لا يأتي إنسان إلى سوق فيه ما فيه من الفتن ثم يقول أرجو أن أنجو، إلا مواقف الاضطرار غير مواقف الاختيار. وأنا أردد بيتا من له الناس من أن يسمعه مني، لكني أراه نافعا: إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها. سكنى مكة والمدينة، فإن ثبت بالحديث الصحيح أن مكة والمدينة لا يدخلها الدجال، كان هذا مما يحفظ الله جل وعلا به عباده المؤمنين أن يبقوا في هاتين المدينتين الحرمين المباركين، مكة والمدينة، أن يدخلوها، فإن الله جل وعلا حرم على الدجال أن يطع. هذه إجمال بعض ما يدل الشرع على أنه يقي من فتنة الدجال. نعم. فيما بقي من وقت، أختنا جميلة سألت حديث يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل كأفئدة الطير. نعم، الحديث صحيح، وأما الجواب عنه فإن للعلماء فيه وجهين، يعني معنى الحديث. فمنهم من قال إن أفئدة الطير رقيقة، والمقصود رقة قلب المؤمن، هذا الجامع، يعني هو السؤال عن الجامع المشترك ما بين فؤاد المؤمن وفؤاد الطير. هذا قول، رقة قلب الطير ورقة قلب المؤمن. والجواب الآخر حديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فقالوا الجامع بينهما أن هؤلاء المؤمنين الذين يدخلون الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير عرفوا بالتوكل كما عرفت الطير بالتوكل في هذا الحديث. ونقول والعلم عند الله إنه يمكن أن يقال إن الجامع بينهما الاثنان، رقة القلب وصدق التوكل، لأنه لا يوجد تعارض بين المعنيين. وأي معنيين لا يوجد تعارض بينهما، والنص يحتملهما، يحمل النص على كلا المعنيين. سؤالها الثاني: كيف نصل إلى يعني درجة الاستحياء من الله سبحانه وتعالى؟ أي سؤال، هذا يطول الحديث منه. الحياة من الله من أعظم ما يرزقه العبد، وكل من وقر في قلبه أن الله يطلع عليه وأن الله جل وعلا حفيظ رقيب استحيا من الله. وهذا يرزقه من زاد علمه بالله ويقينه بخالقه. والحياء من الله جل وعلا فضل كبير، ليس كل أحد يؤتاه، لكن من أراد الله أن يرفع درجته ويعلي مقامه ويعظم منزلته رزقه الحياء منه، فكادت سريرته أن تساوي علانيته. هذه منزلة عالية في الدين، فإذا غلبت السريرة العلانية فهذا أرفع منازل الدين. الله يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان،
فسرت على بعض الأقوال العدل أن تستوي السريرة والعلانية. فسر الإحسان بأن تكون سريرة المرء خيرا من علانيته، هذه كما قلنا منزلة عالية يكون بسببها من دلائلها من أماراتها الحياء من الله جل وعلا. الإنسان يرزق أحيانا حياء من كبير القوم، من رئيسه في العمل، من جار حشيم، من أب رؤوف، من عجوز في البيت مقعدة لا تقول لفلان لا أريد أن يعرف عني كذا، وقع خطأ ما في داعي توصلونها لفلان، حياء منه، هذا محمود، فكيف بالحياء من العلي الكبير جل جلاله. التقوى تستر القبائح كما أن الثياب تستر العورات. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير، نسأل الله أن يرزقنا الحياء منه. اللهم آمين. في سؤال، هل لك محاضرات في الأيام القادمة؟ لا ليس لنا، رمضان ليس مجالا للمحاضرات. سؤال آخر أيضا، بعض المتصلين لكن لم يوصلوا، هل ستختم في مسجد قباء هذه السنة؟ إن شاء الله. نعم. أختنا أم فيصل لديها ثلاثة أسئلة، لنبدأ بالأخير. سألت عن الدورات، حسي بصري سمعي، ولكن المخرج أوقفنا يقول سنختم، ولعلنا نأخذ أسئلة أم فيصل إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله. أستأذنك يا شيخ. شكرا. أن نختم ونقول لإخواننا المشاهدين أن الشيخ تفضل وقال أن الإيمان بالله والتعوذ من شر فتنة المسيح الدجال بعد التشهد وقبل السلام، وحفظ العشرة الأول من سورة الكهف، وسكن المدينة ومكة، والفرار من الدجال من الأسباب المعينة على الوقاية من فتنته. أسأل الله أن يقينا تلك الفتنة العظيمة. غدا إن شاء الله نلتقيكم في مثل هذا الوقت، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.